وفيديو جديد وخبر جديد من القناة. في البداية ما تنساش تضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات اليوم الثلاثاء الموافق 14/4/2020 بفعل تنامي المخاوف أزاء تراجع اقتصادي أعمق، وفي ظل تدابير ضخمة على صعيد السيولة من جانب بنوك مركزية عالمية، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا تاريخيا بسبب ارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية جراء ارتفاع الطلب على المعدن النفيس نتيجة تفشي فيروس كورونا، ليبلغ 745 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر، بزيادة بلغت 12 جنيها عن أسعار المعدن النفيس أمس. وإليكم قائمة بأسعار المعدن الأصفر في مصر. عيار 21 سجل 745 جنيها للجرام، عيار 18 سجل 638 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 851 جنيها للجرام. الجنيه الذهب سجل 5960 جنيها في نهاية الفيديو. لو دي أول مرة بتشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول.